أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في السنة الدراسية الجديدة لمادة التربية الوطنية. بداية أعرفكم بنفسي، أنا المعلمة هيفاء أصويتي، معلمة مادة التربية الوطنية للصف التاسع. في هذا الفيديو أعزائي الطلاب سنقوم بالتعريف بكتاب التربية الوطنية ومحتويات هذا الكتاب وأيضا أهمية دراسة هذه المادة. في الفصل الدراسي الأول أعزائي الطلاب تتناول 3 وحدات من كتاب التربية الوطنية منهاج وزارة التربية والتعليم. الوحدة الأولى وعنوانها حقوق الإنسان. تتناول هذه الوحدة الحقوق والواجبات، حقوق الإنسان في الإسلام، حقوق الإنسان في المواثيق الدولية، حقوق المرأة والطفل. ننتقل إلى الوحدة الثانية التي تتناول مفهوم الديمقراطية وأهدافها، أهمية الديمقراطية ومبادئها، أيضا التعددية. ثم تتناول الوحدة الثالثة الأمن الوطني، القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، الأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني والمخابرات العامة. أما الفصل الدراسي الثاني فتتناول 4 وحدات دراسية. الوحدة الرابعة موضوع الشباب ورعايتهم وبعض المؤسسات الوطنية التي تعنى برعاية الشباب وبعض المشكلات التي تواجههم مثل المخدرات والتدخين وموقف الإسلام من هذه القضايا. وخضعت الوحدة الخامسة للحديث عن مفاهيم اقتصادية مثل العمل والاستثمار وترشيد الاستهلاك وإبراز مكانة الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار. أيضا تناولت الوحدة السادسة التراث المادي والتراث المعنوي وضرورة المحافظة عليه وتوضيح جهود منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث الأردني من خلال اعتمادها عدة مواقع لتكون تراثا عالميا، وأهمية المحافظة على التراث باعتباره موروثا حضاريا للأجيال القادمة. وأفردت الوحدة الأخيرة للحديث عن السيرة الحضارية ل3 محافظات الأردنية وهي البلقاء، الزرقاء، ومأدبة، بهدف زيادة الوعي الوطني بأهمية هذه المدن لما لها من دور رائد في مسيرة بناء وطننا العربي. للحديث عن أهمية دراسة هذه المادة أعزائي الطلاب، اكساب الطلاب ثروة ثقافية وطنية، تنمية حب الأسرة بكونها نواة المجتمع، إيقاظ مسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة بأهمية دور كل منهم اتجاه الآخر واتجاه أسرته ووطنه ومجتمعه، غرس حب الوطن في قلب الطلاب. إذن أعزائي الطلاب، كتاب التربية الوطنية له أهمية في إكساب الطلاب ثروة ثقافية وطنية وتنمية حب الأسرة بكونها نواة المجتمع، وأيضا من أهمية هذه المادة إيقاظ مسؤولية كل فرد من أفراد الأسرة بأهمية دور كل منهم اتجاه الآخر واتجاه أسرته ووطنه ومجتمعه، أيضا غرس حب الوطن في قلب الطلاب. ننتقل أعزائي الطلاب للحديث عن سمات هذا الكتاب. لقد تم إعداد هذا الكتاب في ضوء التطورات الحديثة لفلسفة التربية والتعليم في الأردن وتوجهاتها نحو الاقتصاد المعرفي، وجاء هذا الكتاب ضمن سلسلة كتب التربية الوطنية والمدنية متضمنا مفاهيم وتعميمات ونظريات وأنشطة ومهارات بهدف تعزيز القيم والاتجاهات التي تساعد الطلبة على أن يكونوا نشأة صالحة قادرة على مواجهة التحديات واستيعاب المتغيرات، مزودين بمهارات البحث والاستقصاء
التكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توظيفها في تعلمهم. كل هذا عزيز الطالب يهدف إلى بناء شخصية متكاملة عقلياً وسلوكياً ووجدانياً. أيضاً جاء هذا الكتاب أعزائي الطلاب ترجمة للنتاجات العامة والخاصة لمنهاج التربية الوطنية والمدنية، وراعى التنوع في استراتيجيات التدريس والتقويم. وتكون هذا الكتاب من جزئين، واشتمل على 7 وحدات مقسمة بين فصلين دراسيين على النحو الآتي. الفصل الدراسي الأول تناول 3 وحدات دراسية. تناولت الوحدة الأولى الحديث عن الحقوق والواجبات، وحقوق الإنسان في الإسلام، حقوق المرأة والطفل، وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية. وأفردت الوحدة الثانية للحديث عن الشورى والديمقراطية، ومبادئ الديمقراطية، ومفهوم التعددية وأنواعها. وتناولت الوحدة الثالثة الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والأمن العام، والدرك، والدفاع المدني، والمخابرات العامة. أيضا الفصل الدراسي الثاني تتناول 4 وحدات دراسية، فتناولت الوحدة الرابعة موضوع الشباب ورعايتهم وبعض المؤسسات الوطنية التي تعنى برعاية الشباب، وكما قلنا المشكلات التي يعاني منها الشباب مثل المخدرات والتدخين وموقف الإسلام من هذه القضايا. وقلنا أيضا خصصت الوحدة الخامسة للحديث عن مفاهيم الاقتصادية، والمفاهيم الاقتصادية مثل ماذا؟ مثل العمل والاستثمار وترشيد الاستهلاك وإبراز مكانة الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار. أما الوحدة الخامسة تناولت التراث بنوعيه المادي والمعنوي وضرورة المحافظة عليه وتوضيح جهود منظمة اليونسكو في الحفاظ على التراث في الأردن. أما الوحدة الأخيرة قد تناولت السيرة الحضارية ل3 محافظات الموجودة في الأردن، وهي البلقاء والزرقاء ومأدبة، بهدف ماذا؟ بهدف زيادة الوعي الوطني بأهمية هذه المدن لما لها من دور رائد في مسيرة بناء وطننا العزيز. طاب يومكم أعزائي الطلاب بذكر الله، وشكرا لكم على حسن استماعكم.